حياك الله عبد الله، نقول لكم الف مبروك. يعني اليوم نقول فرحه كبيره لجماهير الفتح، اهديتوهم النقاط. خلينا نتكلم عن هذه المواجهه، كانت يمكن مواجهه تكتيكيه بحته اليوم كابتن. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد. حاب اشكر جماهيرنا اللي حضرت، حاب اشكر اللعيبه على الروح والقتاليه اللي حضرت اليوم في المباراه، وان شاء الله القادم افضل. بالنسبه للنظام التكتيك وذا، هذا شغل المدرب لنا اسبوع، واحنا قاعدين نشتغل على ذي الناحيه، وان شاء الله القادم افضل مباراتنا الجايه ان شاء الله. كابتن، حتى المستوى الاجانب اليوم في الفتره الشتويه اعتقد انهم قيمه اضافيه لفريق الفتح في هذا الموسم. صحيح، ما انت قاعد تلاحظ الحين نادي الفتح الحين مع الاجانب، مع اللعيبه الوطنيين، يعني شيء ايجابي ان اللعيبه ذول معانا. ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله. 25 نقطه كابتن، عدد مريح بالنسبه لكم؟ لسه باقي، احنا نطمح للفوق ان شاء الله، ما نطمح للتحت، نطمح ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. شكرا لعبد الله الدوسري.